السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في محل توب ارتيكل بسوق القريعة ولايف جديد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية. وإن شاء الله اليوم عندنا بزاف ديال المنتجات إن شاء الله اللي غادي نوريوكم، وإن شاء الله اللي غادي ينالوا الإعجاب ديالكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللي دخل لايف يحاول ما أمكن يبارطاجي مع الناس اللي مهتمين بالمنتجات والتويشيات ديال الانترنت والادوات العمليه للسيدات بصفه عامه. فاول حاجه كنبغي نشكر كاع الناس اللي جاوا عندنا المحل واللي زعما بارطاجوا معنا بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال الامور القيمه اللي صراحه عجبتنا وعطاتنا واحد القيمه مضافه، وعطاونا ايضا نصائح وعطاونا بزاف ديال الافكار اللي ان شاء الله غادي نطبقوهم ان شاء الله في لي لايف من هنا ان شاء الله لي لايف الجايين. فاول حاجه غنبداو بها باش ما نطولوش اللايف بزاف، وباش ان شاء الله يكون اللايف كله افاده واستفاده، غنذكروا اهم المنتوجات اللي كاينين. المنتوجات اللي كاينين دابا حاليا كاين هذه الفرفاره، ها هي بورطابل الناس اللي كيجيوهم الصهد واللي ما كيقدروش ينعسوا بالليل. ها هي فرفاره فيها هذا السيل وهذا السيل للاشاره فقط، فان هاد المنتوجات راه الكميه فيهم محدوده. كاين هذا السيل هذا فرفاره مانيوال، كتقدر تخدمها بهذا السيل هذا، ها هي مانيوال وكتبرد بطريقه مانيوال. هذه كتخدم بالشارجور، تقدر تشارجها ومن بعد صافي كتبقى خدام بها هي مباشره. كاين هذه الكبيره هذه فليكسيبل، كتزاد وتنقص على حساب العبار اللي بغيتو، ها هي ها هي كبيره كتزاد وكتنقص على حساب وكتجمع بورطابل كديها معاك فين ما بغيتي. ها هي الستيل ديالها تبارك الله ما شاء الله زوينه وعمليه. بالنسبه للطحانات ديال العطريه وديال القهوه وديال الحبوب والقطاني، ها هما راه كاينين راه جاو حتى هما. المنتجات ديال العيد انا غادي نعطيكم اهم المنتوجات اللي كاينين. كاين هذا لونسومبل هذا، ها هو اونسومبل تبارك الله، فيه الاينوكس وفيه ديال الجرانيت، جرانيت بحال هذا السيل هذا كله جرانيت اونسومبل، فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة الماس من الكبير للصغير، ديال اللحام ديال القطبان ديال التقطاع ديال التنقية والمقص والمبرد، فهمتي. كاين هذا السيل هذا، ها هو لوش خطير جدا، سيليكون ديال التحراك سباكيتي أي حاجة كيتعلق وتيجي ديكور عملي تا هو. كاين هذا لونسومبل هذا، هذا لونسومبل هذا ها هو هذا ديال المغارف، المغارفة الكبيرة ديال الهزان وديال الحطان، يعني اونسومبل فيه 6 بياس، هذا كيتحط وهذا كيتعلق، هادو كلهم إن شاء الله غادي ينفعوكم. كاين هذا الرشاش هذا، ها هو من فضلكم حاولوا تبارطاجيو مع الناس اللي مهتمين بهاد المنتوجات. سمحوا لينا راه الصوت ما واصلش مزيان لأن الظروف الصحية الله يشافيو جميع المسلمين. المهم انا عاولت ما امكن ندير لكم اللايف باش تشوفوا جديد المنتوجات، باش اللي جا السبت ان شاء الله يعرف المنتوجات اللي كاينين ويجي ان شاء الله مباشره للمحل. هذا ديال التيو، كركف التيو فيه 6 ديال الرشات، كيرش لك هكا مجموع ولا يرش لك مفرق ولا يرش لك بين وبين، ها هو فيه 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا موديل جديد زوين تبارك الله، كيركف التيو كيخدم في العيد كبير، يخدم تسقي به الجرده، بغيتي تعقم به مثلا كدير البرودوي هنا وكتعقم به اي بلاصه السطاح ولا البالكون ولا اي حاجه، بغيتي تغسل به الطوموبيل اي حاجه ديرها به، هذا تبارك الله ضروري يكون عندكم في الدار. هادو منتجات اللي ضروري خصهم يكونوا في الدار، يعني تقدر ما تستغنيش عليهم، تقدر تسمح بزاف الحوايج ولكن هاد المنتجات ضروري يكونوا عندك. لي غونجمون ديال لي بلاكار اللي تدار فيهم طباسه، اللي تدار فيهم اي حاجه. هاد لانش بوكس الكتريك، سخانه ديال الماكله اللي كيبغي يدي ماكله نقيه للخدمه ولا الدار ولا مسافر ولا عنده شي وليدات كيبغي يصيفط لهم الماكله تبقى دائما سخونه، كيديها كيدي يحط لهم في هذا، وهذا كيسخن فيه البريز ديالو وتيسخن، ها هو تبارك الله ما شاء الله زوين. هذا ديستريبيتور بابي الومنيوم، بابي سلوفان، بابي ابسوربون اللي كيقلب على حاجه مزيانه، فيه هذا الستيل هذا وفيه هذا الستيل هذا، هاو نوريه لكم باش تشوفوا عن بعد جميع المنتوجات اللي كاينين ان شاء الله.
مهم ايطاب بار ايطاب ان شاء الله تتشوفوا لي تروك اللي عندنا. كاينين هادو القفازات ديال السيليكون فيهم الموديلات، فيهم هاد الموديل العادي وفيهم موديل مزيان. هاو هاد الموديل 40 درهم، الموديل مزيان ها هو 80 درهم. هاو احسن ما كاين في السوق، ما تيتمزقوش وما كيتبدلوش نهائيا، يعني كيتعقموا في الماء سخون. هادو ما كيتعقموش، هادو كيتعقموا، هادو ما كيتعقموش، هادو ما تيتمزقوش، هادو تيتمزقوا. المهم باش تعرفوا لي كاليتي اللي كاينين وتعرفوا حتى لي ستيل اللي كاينين. هادو خد طايبين في درجه الحراره عاليه وفيهم اللوان، اللي كيبغي العادي راه كاين، اللي كيبغي المزيان راه كاين. البولات ليد اللي ديجا كنعرفوهم راه هما ديجا كاينين عندنا، ديال ثلاثه البولات وعندنا ديال البوله وحده. خويا نعم مرحبا، صافي حتى ترجع عندي. كاين هاد الستيل هادو، كاين هادو تاع الناموس، فيهم بزاف ديال الموديلات، فيهم هاد الموديل هذا، فيهم هاد الموديل هذا، فيهم هاد الموديل هذا. هام لي رونجمون هادو اللي بغيت نوريكم هما هادو لي رونجمون تبارك الله ما شاء الله. هاما هاما اللي كيقلب على دي رونجمون تبارك الله زوينين، كيجيو جن ديال الثلاجه، تيجيو في الحمام، تيجيو في بيت النعاس. وكاينين واحد لي رونجمون اخرين بحالهم انا غنوصل لهم ان شاء الله، وتبارك الله تما رائعين، فيهم ثلاثه طبقات وكاين حتى ديال اربعه طبقات. هام بالنسبه لهادو النشار، الناس اللي سولون على النشار ديال الالومنيوم واش ما كيصديش، هذا ما كيصديش نهائيا. النشار ديال الالومنيوم عملي، فيه 60 سنتيم وفيه 80 وفيه ديال المترو. هذا ها هو كيجي بهذه الطريقه، هذه ها هو كتنشري فيه الحوايج وكترجمعيه بواحد الطريقه اللي زوينه، كيجي في البالكون في السطح في اي بلاصه. وعندنا النشارات الاخرين انا غنوريكم ان شاء الله النشارات اللي كاينين، لي بوبيل اينوكس برجل الحمام، هادو بروسه ديال الطواليت حتى هما رائعين، لي بروس سيليكون راه كانوا تقاداو هما جاو، لي بوبيل لي زونسون ديال الحمام هما شي حاجه اللهم بارك، شي حاجه زوينه. عفوا هما فيهم اللوينات. وكاين هاد السيل هذا مرخم، هما السيلات مرخمين فيهم الكحل وفيهم الابيض، وكاين حتى لي طابي ديالو، لي طابي في اللوينات حتى هما مرخمين باش كيجيو اسورتي معاهم، كيجيو تبارك الله دار وديكور. المهم راه فاش غتجيو المحل راه غادي تلقاو بزاف ديال الحوايج واعرين، غير اللايف ما تنحاول بامكان بارطاجي معكم ماكسيموم، ولكن ضروري كننسى شي حوايج. هاد الجلدات هادو ديال المساج وديال اللي كيمنعوا الانزلاق، هما فيهم التحت ديالهم، هما فيهم التحت ديالهم فونتوزات باش كيشدو مزيان وكيمنعوا الانزلاق بحال الناس الكبار الدراري الصغار كيداروا في الحمام، وكيحفظوهم من بزاف ديال الحوايج. وميم طون هذه كتحك بها رجليك بزاف ديال الحوايج. كاين هذا السيل هذا وكاين هذا السيل هذا، حيدا اسامه هذيك. كاين هذا السيل هذا في الالوان، ها هي هذا السيل هذا في الالوان، هادو سامبل هما راه فيهم بزاف ديال الالوان، فيهم الزراق، فيهم الكحل، فيهم بزاف ديال الالوان. ستوب ديال لافابو هادو، ستوب ديال لافابو الشكالات ديالهم والموديلات ديالهم، راه كاين لي سامبل باش كتحبس الماء، هذا كتستوبي الماء، وهذا بحال كتفلتري هذاك الحاجه باش ما تبلوكاش لك لافابو ولا القرقاره ولا اي حاجه. العلاقه ديال الطاليان هذه اللهم بارك، علق بها الجلال، علق بها اي حاجه اوتوكولو، كتشد مزيان ما كطيحش نهائيا، هذه بالتجريب جربناها الاف المرات. هاد الموديل هذا ديال الزليج ها هو باش كتزوق الزليج ما بين جليجه وجليجه، بحال دابا هاد الجليجه ما بين هاد الجليجه وهاد الجليجه كيديروا هذا ها هو، وكتزوق به جليجه باش بحال كيجيك بحال مبدل الجليج من اول وجديد. كاين السطل اللي كيتجمع ها هو مسطوله، حل اسامه هاد السطل هذا، حل حل اخويا حل، ها هو السطل كيتجمع، سطل كبير والسيليكون ديالو مزيان، فيه الالوان، فيه الغوص، فيه الزرق، فيه بزاف ديال الالوان. الروبيني رشاش، الروبيني ديال الكوزينه، وكاين حتى الروبيني الاخر هذا، روبيني العادي. الجفاف بجميع الانواع ديالهم، هاد الجفاف اللي كيتعصر، الجفاف اللي ما كيتعصرش، الجفاف اللي بالسطل ديالو، اللي بلا سطل ديالو، جميع انواع الجفاف غتلقاهم عندنا في محل ديال سوق القريعه، محل طوب ارتيكل بطبيعه الحال بسوق القريعه. هذا رشاش الحشرات الرائع،
هذا جربناه با مال دو فوا تبارك الله ما شاء الله تثبت الفعاليه ديالو. جميع انواع سرق الزيت والحشرات والرتيله والنمل واي حاجه ومرخص من طرف وزاره الصحه وبيو وفيه ريحه الحامض ما فيش الريحه تقدر ترشيه في الخوامي في الزرابي في اي حاجه. المهم كاين بزاف ديال التويشيات من ساحه الدجاج دو فاس هاهي اوريجينال عادت من جديد محل طوب ارتيكل بسوق القريعه. سكوتش هذه سكوتش اللي كتمنع تسرب الماء وهذا اي انفجار عندك مثلا وقع لك شي انفجار ديال الماء ولا ديال القادوس مثلا ديال الماء بصفه عامه وفاش غتعيط لهذاك غادي يجيو على واحد الساعه ولا ساعه ونص. المهم انت كتحبس الماء بهذا الشريط هذا باش ما كيضيعش داك الماء كله عاد باش الناس كيجيو. هذه مثال من بين الامثله يعني هذا كتعتق به الموقف بما جاوز صحاب ليداك باش ما كيبقاش داك المدايز او بارفوا كيكون عندك شي بلاصه كتسرب منها الماء ولا هذه كدير لها سكوتش ما تتمنع تسرب الماء. كاين هذا النشار هذا كاين ديال واحد النشار هذا راه خطير جدا داوه الناس عندنا وجربوه تبارك الله زوين ديال الخيط واحد وكاين ديال جوج ديال لي كابل هاو كيجي وسط الدار كتسالي منه كيتجمع بوحدو يعني ما محتاجش الريدوات ديال الدوش بجميع الاشكال ديالو يعني حاجه اللهم بارك صبن ورد الحمام تقدر ديرو حتى البالكون ولا سيباراسيون ما بين بلاصه وبلاصه. الفلتر تاع الماء ها هو هاد البولات اللي تيجيو برا ديال الليد مكبره هادي مكبره ديال باش العيالات كيديروا الماكياج والرجال باش كيحسنوا كتبين لك المناطق الصعيبه يعني ها هي فواديس. شكرا سي اسامه عاونتينا. كاين هاد البلاكه ديال اونبان الكريك ديال الثقل هاد النشاف هذا مصلوح كدير القميجه ديالك ولا الجلابه ديالك ولا اي حاجه كتورك على هاد البطونه كدير البريز كينشف لك هذيك الحاجه او هذيك اللبسه في 5 دقائق تقريبا صافي كتكون مستعده باش انك تلبسها بطريقه اللي سهله وزوينه بلا ما دير عند مصلوح بلا ما بحال دابا شي مناسبه كتجي على خفله ولا هذا تبارك الله ها هو جبناه حتى هو. هذه كاميرا بحال كاميرا وهي ضوء بالسنسور اي واحد داز اي مش داز اي حركه موفمون كيما بغات تكون نوعها تيشعل كيتشارجا بالطاقه الشمسيه محتاج تشارجيه الطاقه الشمسيه غير توصل الليل كيشعل راسو كيضوي بحال دابا المحلات التجاريه ولا الناس اللي كيبغيو يديرون في برا الديور ديالهم يعني كيامن لهم حتى في السطوحه بزاف ديال الحوايج. الفلتر ديال الماء هذا راه كيفلتري مزيان حنا جربناه تبارك الله كيفلتري مزيان. هذا لونسومبل اللي تيجي جنب ديال الثلاجه هو رجاء هذا لي ساك سوفيد مع لاباراي اللي كتسوفيدي وكاين احسن من هذه اللي هي هذه كتسودي وتتسوفيدي واي ساشيه تجي عكس هذه خاصه ضروري الساشيه ديالها هذه كتسودي وتتسوفيدي فيها جوج ماركات فيها هاد الماركه وفيها هاد الماركه وبجوجهم تبارك الله زوينين. لي ميني هاشوار كاين هاد الستيل هذا وكاين الستيل الاول اللي كان عندنا هو هذا وجبنا هذا فيه الالوان فيه البيض وفيه الغوص. المنظمه تاع القطنيات راه جاو لونسومبل هذا اللي فيه الباره وفيه العلاقه ديال القطاطي ديال المقالي وفيه الشبكه ديال المعان وفيه الشبكه ديال العطريه لونسومبل كامل لابار فيها 120. الاله تاع الكلاص ها هي باش كتصيب الكلاص صحي كدير الكلاص في اي فاكهه في المجمد ديالك وكديرها في هاد لاباراي دير واحد نص معلقه ديال العسل ها هي عندك الكلاص صحي بدون مواد حافظه بمناسبه هاد الصيف هذا. المنظمه تاع القطنيات هادي كتكون مجموعه هادي كتكون كل حاجه بوحدها. هاد التويشيه هادي راه كيديروا فيها الناس سنيده وتيديروا فيها القهوه تيديروا فيها بزاف ديال الحويجات. هاد الزياته وملاحه ها هي اله ديال العصير كاين واحد التنوع تبارك الله. شي فاش غتجيو للمحل ضروري غتخصك شي تويشيه عندنا ضروري غتتقدى عندنا شي تويشيه لان حنا كنختارو المنتجات بعنايه. الفواحات اللهم بارك تدير الزيوت الاساسيه تدير واحد الزيت باش كتنفع هاد الفواحه. الناس اللي تسولونا هاد الفواحه باش شنو الدور ديالها
الا قلبتوا شويه في الانترنت غتلقاو بزاف ديال الفوائد ديال الفواحه. منها كدير الطاقه الايجابيه في الدار، كتجري لك على الستريس والتوتر، وكتخليك انك اللي عندك الارق ولا ما كتنعش مزيان. يعني غير تدير غير نقطه من هاد الزيوت هذا وكتديرها في الدار، كتحس بواحد الانتعاش بعدا، وتا الانسان اللي عنده ضيق تنفس تيحس براسو انه تيتنفس مزيان. فهمتي؟ يعني كدير سيرتو هاد الزيوت هذا عنده واحد الفوائد، لانه هاد الزيوت هما اصلا طبيعيين، هاد الزيوت طبيعيين. ملي تدير واحد النقيطه في الفواحه تبارك الله تتشم تتسنشق هذاك هذاك الفوائد اللي كاين في هذا النباتات، بحال النعناع بحال الليمون بحال الخزامه بحال العود بحال الكاليبتوس. يعني كتستنشق هذاك وبالتالي كتعطيك واحد الفائده للجسم ديالك، تحس بها راه تجري لك على الستريس، تحس براسك انك بخير، ما مستريسي ما والو، فرحان وبخير وعلى خير. يعني غير بمنتج بسيط تصدق دير واحد التغيير تبارك الله في الدار وفي الحياه ديالك بصفه عامه. يعني حنا كنحاولوا ما امكن المنتجات اللي تنجيبوا كتعطي واحد القيمه ممتازه في الحياه، هذا هو اهم حاجه عندنا. بالنسبه للمنظمات اللي قلت لك الاخرين هما هادو، هما منظمات تويشيات زوينين، هما هما هادو منظمات بحال هادوك اللي كنا ورينا قبيله. ها هي فيها اربعه طبقات، واحد جوج ثلاثه اربعه، وهذه فيها ثلاثه. نحاول نتاي خوا السوق عا باش بدينا كنصوروا لكم اللايف. البو ديال المعالق وليلوش، ها هما لاباغ لاباغ ديال الحمام، ها هي يلا حطينا السلعه. شوفوا الدنيا راه باقا مرونه، حاولت نحل لكم كاميرا باش تشوفوا المنتوجات اللي كاينين. بالنسبه للشيشه الصباغه، الناس اللي سولونا عليها شيشه الصباغه، ها هي راه جات باش كتصبغ الدار بواحد الطريقه اقتصاديه، ولا سطاح ولا بالكون ولا اي حاجه، غير راسك ما محتاجش كاع تعيط للمعلم، غير بهذه تدير فيها الصباغه وكتقضي الغرض بواحد الطريقه اللي زوينه وعمليه. هذه منظمه ديال البلاكار باش كتربح ليسباس بحال هذا السيل هذا، كديرها هنا كاينه في البيض وكاينه في الكحل. بواطه الخبز ماكين ديال شاف كويزين، شدوك اخويا. الناس اللي كتقلب على مقراش اينوكس ما تيصديش، حاجه زوينه ها هو جبناه لكم مقراش، اللهم بارك، 3 لتر احسن ما كاين في السوق. يعني مقراش ما تندموش عليه، ها هو داروا ديكور تبارك الله. لي زونسون ديال العطريه بالاشكال والانواع ديالها، هاد السيبور ديال بورت بابي الومنيوم، بابي سيلوفان، بابي ابسوربون، كاين هاد السيبور ديال العطريه حتى هو نفس السيل ديال اينوكس. بوبيل شي حاجه اللهم بارك، ها ما بضغطه زر واحده، يعني كاين واحد التنوع. هاد الجفيف اللي قلت لكم بسطل، الشوايات اللي كاينين ديسپونيبل من الصغيره للكبيره، كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل اللي كبر منه برجل، بالنسبه للناس اللي كيبغيو شوي وهما جالسين، هادو تقدر تحيد لها الرجل، تقدر تزيد وتنقص العبار اللي بغيتي. وكاين الاينوكس كبيره، ها هما الشوايات من الكبيره للصغيره، الصغيره اللي تابعاها اللي تابعاها اللي تابعاها. بوطه الخبز لي رونجمون ديال ايكيا، ستيلات جداد، هادو اللي كيجيو فوق لاشاس. القلاص ديال الاطفال، وهاد التويشيات اللي ديال التنظيف والتنظيم، هاد الشيء كامل غتلقاو عندنا موجود. بوطه الخبز بالاشكال الانواع ديالهم، الماس اللي قلت لكم الماس راه تبارك الله عمليين وحادين تبارك الله. اما ماس هادو ما تندموش عليهم لا في القطيع لا في الذبيحه لا في اي حاجه. هما فيهم اربعه القياسات، صغيره والمتوسطه واللي تابعه واللي تابعه، مقله ديسيني بالاشكال ديالها، فيها البريمير شوا وفيها الدوزيام شوا. ها هي هما كاينين متواجدين حاليا في المحل. التويشيات اللي ديال التنظيف كما قلت لكم، الهاشوار ديال الخيط، هاشوار ديال الخيط ها هي راه جات، الناس اللي سولونا على الهاشوار ديال الخيط. قرعه الزيت هذه، قرعه الزيت العمليه ها هي جات، قرعه الزيت هذه المرخمه ها هي جات. يعني جات السلعه، حاولوا ما امكن نهار السبت ان شاء الله تجيو تخطفوا السلعه كما تنقولوا، تخطفوا السلعه. المقص هذا، المقص ديال الدجاج، الناس اللي كتسول على المقص ديال الدجاج ها هو رجاء.
القراعي 3 بياس كانوا تقادوا لينا هادو اللي كيشدوش لسباس باش كديري فيهم القطنيات ديري فيهم الاعشاب ديري فيهم اي حاجه. اما جاو بي دي فاك هادي ديال القدام باش كتحيدي الجلد الميت من القدام اي راجات. الناس اللي سولاتنا على الدراقه ديال الطوموبيل باش ما كتسخنش الجاجه ديال الطوموبيل ها هي راجات. ها هي الدراقه ديال الطوموبيل اللي كدير قدام الطوموبيل باش ما كتسخنش الطوموبيل وخا يكون حراره الشمس حاره وعاليه ما كتسخنش لك الطوموبيل. الناس ديال الطوموبيل طاقيو لي الناس اللي عندهم طوموبيلات. منظمه ديال المكياج ها هي جات. الماطله ديال البلاصه ها هي راه جات كانت قادات هي جات ديال جوج بلايص نهار السبت ان شاء الله تجي. الناس اللي كتجلس بزاف في البيروات والناس اللي كتحاول كتكون عندها مثلا كتكون جالسه في الطوموبيل كتسوق لساعات طويله ها هي وساده طبيه وصحيه ديال السيليكون وخا تجلس حتى 8 السوايع ولا 10 السوايع كونتيني ما تحسش براسك راه جالس بهاد الوساده هاد. الشوايه علاش كنقول لكم راه كاين بروميير شوا وكاين دوزيام شوا. ها نتوما هاي شوايه هاي شوايه هاي خوتها شوايه حتى هي فيها نفس السيل هاي نفس السيل باش نوريوهم هاي باش نوريوهم. ها انت دابا هادي راه خوت هادي نفسها حتى هي فيها السيل ديالها. انا نوريوها هاهي هانتوما دابا هادو لحيدنا ليهم لومبالاج ما تفرقوهمش ما بين هادي وهادي. شو لا مارك ديال هادي تكنو سويس لا مارك ديال هادي لاسيور هاي نفسها فرق بيناتهم 100 درهم فهمتو. يعني حنا كنحاولوا ما امكن لقينا الدوزيام شوا تنجيبوها كنوريوها للناس اللي بغى الدوزيام شوا هي اللي بغى بريمير شوا هي اللي بغى كي ياخذها. بالنسبه للاثمنه غادي نجاوبكم على لي بري ان شاء الله للناس اللي كيكونوا بعاد حيت شفت بزاف ديال الناس كيقول لك اللي بعاد وداكشي يحاول ما امكن يسكرينيو حتى الناس اللي غادي يجيو المحل ما امكن يحاولوا ما امكن عفاكم سكرينيو باش تسهلوا علينا وتسهلوا عليكم. يعني نعطوكم وقت دغيا تقضيو الغراض لان المناسبه ديال العيد كتكون شويه الدنيا عامره وتنتوما راه ان شاء الله راه غتعاونوا معنا وتحنا غنتعاونوا معكم في الاثمنه. وحاولوا ما امكن اي حاجه عجباتكم دي زارتيكل سكرينيو. عجبك واحد 10 لي زارتيكل ولا 12 ارتيكل سكريني تجي تدخلي المحل تقول لي عندك هذا جبد لي هذا جبد لي هذا جبد لي هذا جبد لي هذا ونجبد لك كاع الموديلات ديالك نحطهم لك ندير لك اثمنه زوينين صافي تمشي فرحانه وانا انتنا نقضي مع ناس اخرين. هذه هي اهم حاجه. والناس اللي بعاد راه يحاولوا ما امكن يتواصلوا معنا في الواتساب راه نعطيهم الاثمنه يسكرينيو الموديل يسكريني الموديل اللي بغا يصيفط ليا نصيفط ليه كل حاجه الثمن ديالها ما كاين حتى شي مشكل على الراس والعين. مرحبا بكم. الوساده الطبيه ها هي تنعس وانت يا هاني مهني احسن ما كاين في السوق في الوسادات ها هي جبناها لكم ما تخفف الم ديال الرقبه بالنسبه للمراه الحامل والناس اللي عندهم مشاكل في الظهر وفي العنق. هذه الوساده عندها واحد الشكل بيضاوي خطير جدا ومريحه مريحه جدا في النعاس. هذه ما كاين الصابون اللي كتجمع هذه راه ديجا بارطاجينا الفيديو ديالها عفاكم اللي دخل لايف يحاول ما امكن يدخل لاباج ويشوف لي فيديو ويشوف لي فوتو اللي كنحطو. راه كاين بزاف ديال المحتوى كنحطوه لمن كنحطوه كنحطوه غير للكليان باش يشوفو. حنا راه ديجا عارفين لي زارتيكل ديالنا ولكن نتوما كنحطو لكم هاد لي فيديو باش تدخلوا لاباج تشوفوا ما تشوفوش غير اللايف وتخرجوا. دخلوا لاباج دخلوا تشوفوا لي فوتو تشوفوا لي فيديو قراو لي بوست هادشي كامل كنحطوه على قبلكم. بالنسبه للعصاره هذه ديال اليدويه ديال الليمون هذه راه خطيره جدا ها هي جبناها غيرك اي حامضه ليمونه اي حاجه كديري حامضه وليمونه كتعصريها بحال هكا كتعطيك. لي زونسومبل هادو ديال السكر واتاي بالبواطه الكبيره ديالهم راه كاين تبارك الله واحد التنوع تبارك الله. وبطبيعه الحال تلقاو حتى السي اسامه معنا ان شاء الله. مضايه تاع الماس بالكبيره والصغيره ديالها اللي بالضو ولا بلا ضو كاين مضايه ديال الضو ها هي. يعني كاع منتجات العيد اللي غتحتاجيهم راه كاينين سواء في التنظيف سواء في هاد المنتجات اللي كتسهل الحياه ديال الانترنت. اي منتج شتي في الانترنت وبغيتي تجي تشوفي لا كاليتي ديالو جي للمحل ديال طوب ارتيكل بسوق القريعه غتلقاي عندنا وان شاء الله نزيدو نفسرو لكم.
واش راكم بروكا وندخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. سمحوا لينا طولنا عليكم، ما قدرناش نكملوا بزاف لان ديجا عيانين شويه. الله يعافينا ويعافيكم وينجينا وينجي جميع المسلمين من الامراض، والله يرفع علينا هذا الوباء، هادشي اللي نقول. وسمحوا لينا اللي جا عندنا وما تعاملناش معاه مزيان او لا وقع شي سوء فهم معنا، يحاول كنعتذروا منه يسمح لينا. وان شاء الله راه نعاودوا نجدوا معاهم الصيله ان شاء الله، ونعوضوا لهم اي واحد تضرر من جهتنا، راه ان شاء الله راه غادي نعوضوا ليه داك الضرر ديالو. وانسان لا الا غلطنا فيه ولا غلط فينا راه المسامحه للجميع ان شاء الله. يلا خليتكم على خير، كان معكم امين من لاباج توب ارتيكل، المحل توب ارتيكل، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.